فعلا أنا متواجد الآن في الشؤون الصحية بمنطقة الباحة للحديث بالتأكيد عن جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية، زيادة الوعي بالنسبة لأهالي وسكان منطقة الباحة. معي من أجل ذلك للحديث عن ذلك أيضا الأستاذ ماجد الشطي، المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة الباحة. أستاذ ماجد، أهلا فيك، صباح الخير، أهلا وسهلا ويعطيك العافية. حدثنا عن عملكم هنا في الشؤون الصحية، ما هي الإجراءات التي تقومون بها من نواحي احترازية ووقائية؟ أولا صباح الخير، أرحب بكم المشاهدين القناة الإخبارية. صحة الباحة الآن تعتبر يعني من ضمن منظومة وزارة الصحة في الاستعداد لمجابهة هذا الوباء الذي الآن صنف كوباء عالميا، إضافة إلى تجهيز غرف العزل، تجهيز المستشفيات، جميع مستشفيات المنطقة العاشرة مستعدة لاستقبال الحالات، أيضا أعمال التوعية الصحية التي بدأت وزارة الصحة في التركيز عليها منذ بداية انتشار وباء كورونا. هنالك العديد من الخطوات وأيضا الاحتياطات وتطبيق السياسات والبروتوكولات في برامج مكافحة العدوى لاستعداد لمثل هذه الحالات. مثل درجات الوعي أو هي الإجراءات التي تقومون بها لوعي سكان منطقة الباحة وأهلها، إيش ممكن تقدمون لهم؟ بالنسبة في صحة الباحة، احنا إدارة العلاقات والإعلام اللي تستقبلكم اليوم تعمل على نشر البروشورات، نشر الرسائل التوعوية، أيضا إيصال الرسائل المسؤولين إلى المجتمع من خلال توزيعها في المناطق التي لا زال فيها تجمع. نحن في صحة الباحة وزارة الصحة نوصي بعدم التجمع، ولكن هنالك مثل المساجد، الأماكن العامة، نحاول الوصول للناس هنالك من خلال رسائل سريعة وأيضا توضيح المدى لكيفية الوقاية من هذا المرض وكيفية الحد من انتشاره إن شاء الله تعالى. يعني بالأمس ظهر هنالك على السطح أن أمير منطقة الباحة يوجه، يعني قام بتوجيه للشؤون الصحية لوجود نقص هنالك في عدد من أدوات الصحة مثل الكمامات، المعقمات، حدثنا عن ذلك. أعتقد المعني هنا بها اللي هي القطاع الخاص، الصيدليات والصيدليات. عموما هنالك إدارة مختصة في صحة الباحة، إدارة التزام تعتني بالمتابعة أيضا الزيارات المتكررة على الصيدليات، على المنشآت الخاصة أيضا هنالك برامج لمكافحة العدوى يجب أن تطبق في هذه المراكز، وأيضا هناك جزء من المسؤولية وجزء من الدور لوزارة التجارة. جميع الدوائر الحكومية، جميع الجهات الآن في تكاثف للحد إن شاء الله تعالى ولحد من هذه الوباء أو هذا المرض، ولله الحمد الوضع مطمن إلى الآن. الوعي في المجتمع أيضا مبشر بالخير، تجاوب الناس، وإن شاء الله تعالى ربي يقينا في هذه البلاد القريبة. كلمة خيرة أبو علي، شكرا لك. والله هي الشكر لكم أيضا، لا ننسى شكر أنا شغلتك واعي أبطال الصحة الذين هم في الخطوط الأمامية لمواجهة المرضى ومواجهة، وأيضا في المنافذ، في المنافذ البرية والجوية، في المستشفيات، في أقسام الطوارئ. شكرا لكم وأسعد الله صباحكم، كتب الله أجرنا وأجركم إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك، السلام نظر يا حبيبي، شكرا لك. حياك الله. شكرا لي الأستاذ ماجد الشطي، المتحدث الإعلامي لصحة الباحة. كلمة أخيرة ممكن إذا سمحتوا لي سارة وعبد الإله، العمل هنا في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية التوافقي تكاملي، جميع مؤسسات المملكة ووزاراتها تعمل على قدم وساق للحد من انتشار كوفيد 19. يجب على جميع المواطنين، وأنا أولكم والجميع، المواطنين المواطنات المقيمين المقيمات، العمل على قدم وساق وتتبع الأخبار من مصادرها الصحيحة والحقيقية، عدم الاستماع لأي شيء، عدم البحث عن الأزمات أو العمل على أن نكون متاجرين في هذه الأزمات. نستمع ونشاهد العمل الرائع من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع الوزارات والمؤسسات في إدارة الأزمات، ولا نتابع تجار الأزمات.